طيب السؤال اللي بعد كده، استاذ ياسر ماهر بيقول: ما حكم الاسلام في حرمان المطلق من اولاده؟ طبعا دي مشكله كبيره في بتثار كثيرا فيما يتعلق بمساله الرؤيه ومساله المشاركه في تربيه الاباء لاولادهم عند حال الطلاق. ودوت لذلك احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمنع مساله الطلاق بشكل كبير للاعباء والاشكالات التي تقع بعدها. طبعا حرام حرام بلا شك منع الوالد من أن يرى ولده، بالعكس الشرع يطلب منا إن إحنا نساعد، نترك مسافة للأولاد للآباء أن يربوا أولادهم، وإذا طلب ما أن يبيت عنده ولده ليشارك في تربيته له أن يكون هذا، له أن يبيت عنده بشكل منظم بشكل متفق عليه بهذه المسألة. فحرمان الأولاد من أبيهم الذي طلق أمهم هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا في الحقيقة منع للآباء من أن يمارسوا واجبهم، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، فالولد ده من رعيته الذي سيسأل عنه، فلا يجوز منعه من القيام بمسؤولية التربية تجاهه. الله سبحانه وتعالى سيسأله: